أحب بابلو بيكاسو البحر والريفيرا الفرنسية، وكان يذهب للسباحة في الصباح وبعد ذلك للعمل، لاسيما في فصل الصيف. ومنذ عام 46 كان يزور شاطئ غولف خوان الذي لا يبعد عن مكان عمله. في بلدة فالوريس المشهورة بصناعة الفخار تعلم بيكاسو وهو في 66 كل شيء عن عمل السيراميك. وفي استوديو مادورا تلقى الدعم من الخزافين المهرة. كان أحدهم دومينيك ساسي الذي عمل مساعدا لبيكاسو على مدى 20 عاما. بعض القطع من استوديو مادورا معروضة في متحف بيكاسو في فالوريس. أمسك الآن بوعاء قديم وهو عمل سيراميك تقليدي. كان لبيكاسو اهتمام بمثل هذه الأعمال ولديه عدد منها في استوديو مادورا، وأحب رسم الحمام والطاووس عليها. لم يخطئ بيكاسو بالمجيء إلى فالوريس، ففي هذه المنطقة العريقة في صناعة السيراميك عثر على أشكال كثيرة. في فالوريس عاش بيكاسو كخزاف وسط الخزافين، وعقد صداقات مع بعضهم، خاصة مع روجي كابرو الذي لا تزال أعماله تعتبر الأفضل من بين أعمال السيراميك التي أنجزت في فالوريس. كان الجميع يحتفلون سويا كما في عيد ميلاد بيكاسو، ولكنه كان دائما يحتفظ بطريقة خاصة به في صنع الفخار كما تذكر زوجة كابرون. كان أحد الخزافين يعد أوعية الفخار، فيأتي بيكاسو ويمسك بأحدها وهي لا تزال طرية، ثم يقوم بتشكيلها فتتحول فجأة إلى امرأة صغيرة أو حمامة. كان أصحاب استوديو مادورا يضطرون إلى تلبية طلبية المحلات التجارية ومحلات بيع الهدايا في الوقت المناسب، لكنهم كانوا يخشون من تأخير التسليم بسبب بيكاسو. حل هذه المعضلة كان طبعات من أعمال بيكاسو، حيث يعاد إنتاج قطع السيراميك الأصلية بأعداد محدودة لتباع بعد ذلك. اسم بيكاسو جذب الخزافين والفنانين كالمغناطيس إلى فالوريس، وأحدث طفرة في هذه الصناعة بعد أن كانت آنذاك مهددة بالاندثار. واليوم لا يزال هناك خزافون كمارك بيانو يقومون بتشكيل الأعمال بأسلوب يطغى عليه الطابع الفني. آخرون ينتجون الخزف بأعداد كبيرة، قسم للاستعمال المنزلي وقسم آخر للاستخدام في المطاعم. حصلت على طلبية كبيرة من 500 قطعة متشابهة، لكنني أنتج ما هو فني أيضا، وأنا أجمع الفن والصناعة لتغطية احتياجات الحياة. سكن بيكاسو اعتباراً من عام 47 مؤقتاً في فالوريس في هذا البيت، وفي وقت لاحق وبعد أن عاش في كل من كان وفي منطقة البروفانس عاد ليقيم في موجان، حيث قضى هناك آخر 12 عاماً من عمره. أصبحت قرية موجان التي يغلب عليها الطابع القروي بفضل مراسمها ومطاعمها مقصداً للمتنزهين والزوار. كانت العروض الفنية التي أقيمت في متحف الصور في القرية تدر أرباحاً مثل الأعمال الفنية لأندري فيلير الذي صور بيكاسو طيلة سنوات عدة. هنا نرى بيكاسو مع زوجته جاكلين التي تزوجها عام 1961 في مبنى بلدية فالوريس. في الجهة المقابلة نرى في الميدان الصغير تمثالاً من البرونز، وهو عبارة عن رجل وبجانبه نعجة قدمها بيكاسو هدية لأهالي البلدة. وفي قصر فالوريس هناك ذكرى خالدة لبيكاسو وهي لوحة الحرب والسلام. اكتشف بيكاسو هذه القرية التي تتميز بصناعة الخزف في وقت عانى فيه من أهوال الحرب، الأمر الذي أراد أن يجسده عبر لوحته الفنية. والحق يقال إنها أكبر لوحة فنية رسمها بيكاسو في حياته. يقول بيكاسو عن السلام: إذا ما جسد السلام النصر في العالم فإن الحرب التي رسمتها ستكون من أخبار الماضي، لكن ذلك سيبقى مجرد أمنية بعيدة.